وإلى عالم الكيمياء الذي يحيط بكل تفاصيل حياتنا، سواء وعينا لذلك أو لم نعي، فلا أحد منا يستغني عن مواد التنظيف المنزلية صحيح. والشخصية، وكلها عبارة عن مركبات كيميائية. لكن هل يخطر ببالك أنك يمكن أن تصنع تفاعلاً كيميائياً خطيراً باستخدامها فيؤدي لموتك؟ يعني حول كيفية تشكل التفاعل الكيميائية الخطيرة وكيفية تجنبها وما البدائل، حديثنا مع الأستاذ بالتأكيد. اهلا وسهلا بك الاستاذ محمد شخيص، نرحب بك. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا فيكم استاذ الكيمياء. طبعا شكرا كثير للاستضافه. اهلا. بدايه اذا استاذ محمد، لابد ان نتعرف معك على تعريف الماده الخطره على المستوى الكيميائي. طبعا الماده الخطره هي كل ماده تؤثر بشكل خطير على الارواح او الممتلكات او البيئه مثلا. وهي المادة بتكون إما عن تكون عناصر أو مركبات، ممكن تكون بشكل مادة سائلة أو صلبة أو غازية مثلا. وهذه المواد لها تفاوت في درجة الخطورة طبعا. نعم. في منها ما هو خطير جدا، فمثلا المواد القابلة للاشتعال، خاصية الاشتعال مثلا، هنالك مواد غير قابلة للاشتعال، هناك مواد سريعة الاشتعال، هناك مواد شديدة الاشتعال لدرجة الانفجار، وذلك بناء على خواص وصفات هذه المواد. نعم. طيب أستاذ، لو تحدثنا عن أبرز المواد الكيميائية الخطيرة الموجودة في حياتنا اليومية وموجودة في منازلنا. نعم. دون أن نعي أنه هذه مواد خطيرة يمكن أن تسبب انفجار، يعني لا سمح الله. تمام. طبعا بحياتنا اليومية نحن على تماس مباشر مع كثير مواد كيميائية، ولازم يكون احنا عنا ناخذين بعين الاعتبار هي المواد لحتى يكون في عنا طريقه للتعامل معها، حتى ما يكون في لها اثار سلبيه. فمثلا مثل المواد الكيميائيه المستخدمه في المنظفات بشكل عام مثلا. نعم. الكلور، الفلاش، الجافيل، دواء الغسيل، سائل الجلي، هي كلها مواد كيميائيه. اضافه في عنا مواد ممكن نستخدمها نحن بحياتنا اليوميه بشكل مباشر، هي المواد البلاستيكيه، هي عباره عن مواد كيميائيه مصنعه. صحيح. هذه كل هذه المواد لها تأثيرات سلبية على الإنسان، والإنسان يجب أن يستحيط بالتعامل مع هذه المواد. نعم. طيب شو ممكن تخبرنا عن أبرز التفاعلات الخطيرة اللي ممكن أنه تحدث بسبب، يعني خلينا نقول، دمج مواد التنظيف مثلا اللي حكيت عنها؟ تمام. طبعا هي الظاهرة للأسف واردة كتير مع ستات البيوت، يعني أنه لما بيضيفوا مواد مع بعضها والغاية منها هنا بيظنوا أنه يسرعوا التفاعل، عفوا يسرعوا تنظيف. عملية التنظيف، أو تكون المادة فعالة أكثر. لو كانت هذه الفكرة صحيحة كان أساساً الشركة المنتجة خلطت مثل المنتج السحري يعني. فلذلك خلط هي المواد مع بعضها، ست البيت بتكون عم تعمل تجربة كيميائية بدون ما تحس، بدون ما تشعر. فبالتالي بينتج مواد ممكن تكون سامة، ممكن تكون غازات تسبب اختناق مثلا. أكثر المواد اللي ستات البيوت بيخلطوها هي مادة الكلور ومادة الفلاش أو الجافيل. خانقة طبعا. طبعا مادتين كيميائيتين، رح نحكي شوي بتفاصيل عن هالمادتين وشو اللي بيحدث وشو الغاز الناتج وشو الأضرار إلى آخره. بداية الكلور هو مادة تحتوي على هيبوكلوريت الصوديوم. هيبوكلوريت الصوديوم هو مادة تستخدم لإزالة البقع، لتبييض الملابس مثلا، تستخدم لإزالة الصدأ من الحمامات. بينما الفلاش يحتوي على حمض الكلور الماء أو يسمى الهيدروكلوريك. هذا الحمض كذلك الأمر يستخدم لإزالة البقع ولتنظيف الحمامات، ولكن خلط هذين المادتين مع بعض يؤدي إلى حدوث تفاعل كيميائي. بتفاعل هيبوكلوريت الصوديوم الموجود في الكلور مع حمض كلور الماء الموجود في الفلاش، فيؤدي هذا إلى إنتاج ملح كلوريد الصوديوم. ببساطة هو هذا الملح طبعا ليس له علاقة لا من قريب ولا من بعيد بعملية التنظيف. يعني فعليا ست البيت إذا خلطت ونتج عنها ملح كلوريد الصوديوم ما رح يأثر على التنظيف. نقطة مهمة هي. تمام. إضافة للكلوريد الصوديوم بينتج لدينا غاز الكلور. هون المشكلة. غاز الكلور هو غاز سام. من صفاته، خلينا شوي نحكي عن الغاز هذا. هذا الغاز يعتبر غاز سام، وزنه ثقيل نسبيا، يعني لما بيتشكل بمكان بتوضع بالمنطقة السفلى المجاورة للأرض. ما بيرتفع نحو الأعلى. فيعني لو مفتوح الشباك أو النافذة ضمن مثلا الحمام أو المطبخ ما رح يخرج منها، وإنما سيستقر في أسفل الغرفة. وبالتالي هذا الغاز لما بيستنشقه أو بتستنشقه ست البيت سيؤدي إلى بعض الظواهر مباشرة تظهر عليها. مثلا حرقان بالأنف والبلعوم. يؤدي إلى مثلا سعال شديد. يؤدي إلى مثلا ضيق تنفس طبعا. ممكن إقياء، ممكن الموضوع يتطور أكثر إلى وزن ضمن الرئتين. هذه ممكن تؤدي إلى الوفاة.
مع استمرار استنشاق هذا الغاز. طبعا هذا الغاز من صفاته وخواصه انه بينحل بسهوله بالماء، فلذلك الانسان لما بيتنفسه بده يلامس هذا الغاز الاغشيه المخاطيه داخل الجهاز التنفسي، فسيؤدي الى انحلاله بهذا السائل وبالتالي تحوله الى ماده اخرى اللي هو حمض كلور الماء اللي بيؤدي تقرحات وتخرشات ضمن الغشاء ضمن الجهاز التنفسي. واذا وصلت الى الاسناخ والحويصلات الرئويه كذلك الامر تعطل من عمل هذه الاسناخ، فلذلك هو غاز جدا سام. جدا طبعا استاذ محمد، احنا ما بنتمنى اطلاقا انه اي سيده تجرب هذه التجربه، لكن ايضا من باب العلم هو في طريقه اسعافات اوليه سريعه في حال صار هذا الخطا طبعاً شرب الحليب، وايضا هل في من طريقه تمحي اثر هذا الغاز الناتج لو تخبرنا عنها كيف ممكن نطفي اثره يعني؟ طبعا اكيد. هلا هو الغاز الكلور اللي ما بينتج بمكان معين، اول شيء بنصح انه عدم الارتباك، يعني ما يصير في ارتباك للشخص المسعف او حتى للشخص اللي تعرض لهذا الغاز. ممكن ببساطه اني اسعف حالي، اول شيء الخروج من المكان اللي بيكون متشكل فيه الغاز ان كان الحمام او المطبخ الى اخره. اذا كان في شخص مسعف عم يسعف بيخرجوا لمكان فيه تهويه جيده، الغرفه فيها تهويه جيده، يكون فيها غاز اكسجين عالي مثلا. غسل وجه المصاب بالماء، نزع الملابس عنه، لان احيانا بيكون موجود الغاز ضمن الملابس اللي لابسها الشخص وعم يستمر يتنفس لو هو برا. نزع الملابس، غسل الوجه مثلا، فتح صنابير المياه الموجوده بالمنطقه اللي بيكون فيها الغاز، يعني بينحل بروح. جميل، تمام. فتح صنابير المياه، هي كلها من العمليات الاسعافيه اللي ممكن تجرى للشخص المصاب بغاز الكلور. طبعا ومن ثم اذا كان الموضوع بيتطلب الذهاب الى المستشفى بالاسراع الى الخروج أكيد. الى المستشفى واجراء الاسعافات في المشفى. عدا عن هاي الحاله اللي حكيت عنها، فعليا في كثير حالات اخرى منها ايضا المنظفات الغاز تحديدا، فعلا سيدات المنازل اكيد رح تعرف هذا المنظف، رح احكي اسماء، لكن فعلا بس لتنظف وتحط بكتره بكثير بتحس فعلا لحاله فعلا بتحس في شيء هيك، هذا اللي عم يتصور عم يطلع غاز. تمام، احكي لي عن هاي النقطه ايضا، شو هي التفاعلات اللي عم تصير، شو ممكن انا اعمل لحتى اخفف هذا؟ تمام. هلا هي المواد المستخدمه تحتوي على اكيد حموض تفاعل مع الدهون الموجودة أساساً على الغاز بينتج عنا هاي الغازات. يفضل عدم استخدامها بشكل دائم، يعني نحن دائماً نحاول قدر الإمكان نبعد عن المواد المصنعة كيميائياً إلى المواد شوية طبيعية. طبعاً في بدائل يمكن كثير ستات بيوت ما بيعرفوها، يمكن أنه بمواد بسيطة من المنزل يشتغلوا عليها ويضيفوها حضروها لحالهم ويستخدموها بدائل عن هاي المواد الكيميائية. نعم. طيب أيضا ذكرت أستاذ أنه عن المواد القابلة للاشتعال، وأيضا أعتقد أنه هذه خطيرة جدا، يمكن يكون من الصعب حتى إسعافها. خبرنا شو المواد اللي يمنع تماما وضعها جنب الغاز مثلا أو جنب الصوبة والتدفئات، خصوصا إحنا الآن في فصل الشتاء. تماما، عبوات الغاز بشكل عام، يعني أي مادة فيها غاز مضغوط تمنع اقترابها من المدفأة أو الغاز مثلا. مثبت الشعر، الديودوران، كلها غازات. طبعا غازات مضغوطة ممكن قابلة للانفجار والاشتعال طبعا. فلذلك يجب ابعادها عن اماكن الحراره. طبعا انا بالمناسبه يعني طالما ذكرنا نحن غاز الكلور، في غازات اخرى يمكن ان تنتج في المنزل واكثر سميه من غاز الكلور. مثل مثلا غاز احادي اكسيد الكربون، هذا الغاز يسمى القاتل الصامت. يعني لما بيتشكل غاز الكلور بمكان انا بشعر انه في غاز كلور من ريحته. صحيح. بينما هذا الغاز لا له لون ولا طعم ولا رائحه. وبالتالي ممكن استنشق كل هذا الغاز فترات طويله وما بشعر انه هذا الغاز موجود. إلا مباشرة عند حدوث المشكلة. هذا وين موجود أو كيف بتشكل؟ طبعا هذا بيتشكل في المنازل، ممكن بكل منازلنا يتشكل. بيتشكل لما بيكون أنا عندي مثلا مدفئة حطب، شامينيه مثلا تحصل فيها الحطب مثلا، بتكون الغرفة مغلقة. صحيح. هذا الغاز بينتج لما بصير في عنا احتراق غير كامل. احتراق كامل أو غير كامل، كامل لما بيكون في أكسجين عالي، أما احتراق غير كامل بينتج عنده هي الغازات. فنحن لما بنشغل المدفأة أول بداية السهرة مثلا بتكون الأكسجين كميته مناسبة وبالتالي الاحتراق تام ما بينتج هذا الغاز، ولكن مع استمرار الجلوس في هي الغرفة واستمرار احتراق الأكسجين بتقل نسبة الأكسجين. فبالتالي بدل ما ينتج عنا غاز ثاني أكسيد الكربون اللي هو لا يسبب هذا التسمم، ينتج لدينا غاز أحادي أكسيد الكربون. أحادي أكسيد الكربون شو المشكلة فيه؟ يعني شو اللي بصير؟ أول شيء هو غاز مثل ما اتفقنا ليس له طعم أو لون أو رائحة. فالإنسان لما بيستنشقه عند دخوله الى داخل الرئتين بيحدث المسؤول عن نقل الغاز ضمن الجسم هو الكريات الحمراء، معروف. تنقل الاكسجين من الرئتين للخلايا وبتاخذ غاز ثاني اكسيد الكربون من الخلايا للرئتين وبيخرج عن طريق الزفير. فهو لما بيدخل عن طريق الشهيق للرئتين بيرتبط مع الكريه الحمراء وخاصه مع الماده اللي بنسميها احنا خضاب الدم او الهيموغلوبين. خضاب الدم لما بيرتبط مع غاز احادي اكسيد الكربون بتشكل ما يسمى كاربامين خضاب الدم. هو مركب معقد
لا يتفكك، وبالتالي بنكون نحن مع زيادة استمرار التنفس واستنشاق هذا الغاز بنكون نحن عم نحرم الجسم من كمية من الأكسجين، فبالتالي بصير تغذية الأكسجين للخلايا وللدماغ ولكل أعضاء الجسم قليلة، ما يؤدي إلى الإغماء، يؤدي إلى تسمم دماغي، تسمم في الدم، نسبة الغاز بتصير عالية، ممكن يؤدي إلى فقدان الوعي مثلاً. موجود في المدافئ العادية هذا ولا بس مدفأة الحطب؟ ممكن مدفأة الحطب، مدفأة الوقود مثلاً، مدفأة المازوت مثلاً لما بصير في عنا كمان احتراق غير تام بينتج. شو نعمل؟ نحافظ على تهوية معينة؟ أيوة تماماً، فقط إنه أنا جدد هواء الغرفة بس ببساطة، إنه زيد كمية الأكسجين الداخل الغرفة بحيث ما يحدث هذا التفاعل اللي هو احتراق الغير التام. نعم. طبعا في كثير يمكن القدامى جدودنا كانوا يستخدموا العرجوم، سمعانين فيه؟ انا مش سامعه. مثل الفحم، هو مثل الفحم وبقايا عصير الزيتون، لما بيعصروا الزيتون بيبقى البقايا بيطحنوه بينشفوه بيستخدموه كمان بديل للتدفئه تماما. هذا كمان احتراقه بيكون غير تام، كمان يؤدي الى خروج غاز وحادي اكسيد الكربون. نعم، شيء خطير صراحه، تعرفوا يعني معلومه فعلا خطيره. طب خلينا نروح لايضا معلومه او قصه خطيره ممكن تتزامن مع وضعنا الحالي وهو انتشار فيروس كورونا. كثير من الاشخاص باتت يعني تستخدم معقمات وما الى ذلك، لو تحكي لنا ايضا خطوره استخدام المعقمات كيميائيا. طبعا هلا استخدام المعقمات بحكم اللي صار فينا نحن هلا وضع الكورونا، وصارت كثير الناس متجهه لاستخدام المعقمات بشكل كبير وزياده عن اللزوم صراحه. فهي المعقمات هي يستخدمها الانسان للمقاومه او الفيروسات او للقضاء على الفيروسات. نحن عم نستخدمها بشكل كبير للقضاء على هذا الفيروس او فيروسات اخرى، ولكن هذه الماده استخدامها بشكل كثير وتكرار يؤدي الى سلبيات كثيره. فمثلا لما حتى تكون الماده فعاله او المعقم فعال لازم تكون نسبه الكحول فيه فوق 60% مثلا، ولكن باقي النسبه شو؟ اذا نفترضنا 70% 30% شو هي؟ هي مواد تضاف للكحول لإعطاء رائحة، لتكون مواد مثلا مضادة للبكتيريا والفيروسات. هذه المواد من السهل امتصاصها من الجلد، ومن السهل دخولها إلى مجرى الدم إذا استخدمت بكميات كبيرة، وبالتالي هي لها آثار سلبية لاحقا، مثل مثلا ممكن تؤثر تزيد من نسبة الإصابة بأمراض السرطان، ممكن تؤدي إلى نسبة كبيرة من الانهيارات العصبية مثلا، تؤثر على أعصاب الإنسان وهكذا. خطير الموضوع. طبعا خطير. طيب كمان استسهال رش الكحول يعني أيضا من باب تعقيم المنازل. تمام. حاليا عم نرش من رش الكحول وين مكان فعليا؟ صحيح. على الملابس. نحن نحط كحول مضاف له ماء. أكيد محلول الكحول مستخدم، بس ليش نحن بضيف المادة الثانية؟ مشان الريحة، ريحة الكحول يمكن ما متقبلة كثير، فبالتالي يضاف له بالتصنيع ممكن يكون قابل للاشتعال مثلا في حال احنا قربنا. طبعا الكحول قابل للاشتعال اكيد اكيد. طيب ايضا معطرات الجو، يمكن هاي النقطه مهم جدا ان نتحدث فيها. صحيح. معطرات الجو هل فيها مواد كيميائيه ايضا ممكن ان ينتج عنها غازات سامه؟ او اكيد معطر الجو ببساطه هو عباره عن غاز بقلبه مضغوط ضمنه الماده بتاعت الريحه الرائحه. شو هو الغاز هذا؟ بسموه غاز الفريون أو يسمى غازات كلوروفلورو كربون. هذه الغازات من أكبر مساوئها أنها تزيد من نسبة اتساع ثقب الأوزون، تتفاعل مع الأوزون الموجود بالجو، وبالتالي يعني. أيوة تماما، مخربة للبيئة أكيد. يعني فنحن كثير نستخدمها بكل شيء، كل مادة مضغوطة ضمن أسطوانة موجود فيها هذا الغاز. المكيفات، البرادات، كل موجود فيها هذا الغاز. خطير فعلا. طبعا. اليوم معلومات يعني عن جد أصدمتني. أنا بتعرف شو، أنا دائما المعطر الجو بس لبخه بفتح الشباك لحتى، لأنه فعلا طبعا بيخنق ريحته كتير طبعا قوية طبعا يعني طبعا، فما بعرف قديش عم ساعد أنه يتعطر الجو. طيب خلينا نرجع شوي لمواد التنظيف معك أستاذ محمد. حكيت لنا عن مواد التنظيف وقديش تفاعلاتها خطيرة، فحابة أنا شوي تحكينا لسيدات المنازل عن البدائل الطبيعية اللي ممكن تنصح فيها. تمام. هلا في بدائل طبيعيه ممكن ست البيت تحضرها بالمنزل مثلا. ممكن مثلا تستخدم سائل الجلي مع الخل مع كميه من البيكربونات، بيكربونات الصودا او بيكربونات الصوديوم. مثلا انت بتاخذ كوبين من الخل مع كوبين من سائل الجلي اضافه لكميه من بيكربونات الصوديوم، بنخلطهم مع بعض فيحدث فوران، يحدث تفاعل. نترك التفاعل ليهدى وبناخذ السائل الناتج وبنحاول ننظف فيه. تعرف شو، المشروبات الغازيه بيقولوا دائما يعني مفيده للحمامات، هل هذا الشيء صحيح؟ طبعا مفيده فعلا لتنظيف الحمامات. بيحتوي على ماده حمضيه، انا دائما بسمع هاي المعلومه. مثل الفلاش بيحتوي على ماده حمضيه، وهذا كمان بيحتوي على ماده حمضيه، حمض السيتريك. فممكن يكون مفيد صحيح. يعني افيد واقل ضررا لجسمنا. صحيح. طيب ايضا على سبيل مثلا المعطرات المعقمات العاديه، ما البدائل الطبيعيه؟ ماء الصابون.
فقط. طبعا طبيعي. طبعا احنا لازم نستبدل هي المعطرات بالماء والصابون. احنا ليش بنستخدم المعطر؟ ليش بنستخدم الجل بنحطه بالشزلون او بالشنطه او بالجيب؟ اسهل من استخدام ماء والصابون. هو يفضل انه العاده تكون عاده صحيه، انا قبل ما اتناول الطعام صوبين، بعد ما اتناول الطعام عند الخروج من الحمام الى اخره، هي كلها العادات الصحيه لازم نرجع لها نحن، وبالتالي بنستعيد عن استخدام هي المواد المنظفات او المعقمات. نعم، يعني صراحة أستاذ الكيميائي، أستاذ مختص في علم الكيمياء محمد الشخيص، شكرا كثير لك ولوجودك معنا اليوم، معلومات صدمتنا لكنها خطيرة وبمحلها، شكرا كثير لك. أهلا وسهلا فيكم.